اذكر شيئا. ايد ورا الظهر، ايد على الجنب شوي، ابتعد بارق. اها، ايد على الجنب. اذكر شيئا تستطيع ان تشتريه باصغر عمله عراقيه متداوله الان. الان الان عندنا عمله نتداولها، بيش ممكن نشتري اي شيء رخيص رخيص؟ عيد لي السؤال. والله اذكر شيئا نستطيع ان نشتريه باصغر عمله عراقيه متداوله الان. شنو العمله؟ 250، ماكو اقل من هذا. شنو بال 250 ايش نشتري؟ يعني مو العمله، ايش نشتري؟ شنو الشيء اللي نشتريه باصغر عمله؟ حلويات. حلويات، حلويات، صح طبعا. الحلوى والحلوى، يعني هي الحلويات. طبعا الحلويات اذا رحنا على العلب وكذا كثير، لا احنا الحلوى يعني هذه الاشياء البسيطه. واخ فارس، اذكر شيئا تستطيع انت ان تشتريه باصغر عمله عراقيه متداوله، يمكن 250 دينار. علك مال الاطفال، العلكه، علكه الاطفال، وصح وموجوده، ولكن احتمال خامس. انت من حقك ان تقرر مع من نلعب، معكم ام معهم. انتوا ويانا. وتفضل اخ بارق. تفضل استاذ فارس. شكرا لك استاذ فارس، شكرا جزيلا. وخلي نشوف الاخ عمر. نعم يا عمر. عمر، اذكر شيئا تستطيع ان تشتريه باصغر عمله عراقيه متداوله الان. الان هسه تقدر تشتري بها بطل مي. بطل مي. بطل مي. اذا ماء، قنينة مي، قنينة مي، مي، مي. عمي 250 دينار، 500 دينار اشتري سيارة. مو انا سيارتي اشتريتها بال 75 لادة، كان سعرها 1550 دينار. ما شاء الله. ما شاء الله، مو انا، ما شاء الله علينا ايام زمان. الله، يعني زمان الخير. انا ما اقول زمان معين، زمان الخير. والوطن العربي كله كان في زمان خير. واخت نوروز، تشبس. التشبس، شوي علي صوتك. تشبس. التشبس. شب، وصح موجود. شبس. باقي اربع احتمالات. اخت نعم. هدى، مشروبات غازيه. جواب نهائي اريد. اي بطل بيبسي. ما تشعري. اي مشروبات غازيه. مشروبات غازيه. مشروبات غازيه البيبسي. خلينا نشوف موجود. وموجود، موجود، موجود، موجود. مشروبات مثل سفن، بيبسي، شنو؟ وأخبارك نفس السؤال سهل. يلا نستله. نستله، ما أعرف، أريد الجواب النهائي. لا لا حد يقول أسمعكم. نستله. أنا أسمع الهمس. ها نستله. أن نستله، أن نستله.